رمضان يا رمضان أنت لي قلبي اليوم قريب. رمضان نتمنى رمضان كريم لجميع المواطنين ساكنة برشيد، جميع المسلمين إن شاء الله يدوز بالخير والبركات وكل ما كيتمناو إن شاء الله بإذن الله. جميع المسلمين رمضان مبارك سعيد. كنقدم لكم أحر التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وكنقدم التهاني لجميع الأفراد العائلة، ورمضان كريم على جميع الشعب المغربي. يا رمضان صوم صلاة وقرآن لقد أتى ها رمضان شهر المحبة. سيدي رمضان مبارك سعيد، وكنتمنى ندخل على جميع الساكنة ديال برشيد بالصحة والعافية وكل المتمنيات. رمضان مبارك سعيد لجميع أمة المسلمين داخل المغرب وخارج المغرب، ونتمنى إن شاء الله يصوموا ويعاودوا يصوموا. رمضان مبارك سعيد. ايوا تنقدموا التهاني للأسرة في هذا الشهر المبارك رمضان الكريم. تحياتي للناس ديال برشيد والعائلة الكبيرة والصغيرة والناس ديال برشيد كاملين والمنطقة والناس اللي كتعرفنا. رمضان سعيد، نتمنى الله يخلع عليكم الصحة والسلامة علينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. رمضان مبارك سعيد على الأمة الإسلامية جمعاء وعلى المغاربة بالخصوص. رمضان كريم للجميع. رمضان مبارك سعيد لجميع المغاربة والجميع المسلمين، وبالصحة والعافية والهنا. ونتمنى الجميع المغاربة يديروا شي عمرة في هذا رمضان، ونتمنى لهم الصحة والسلامة. رمضان مبارك سعيد، وكل عام ان شاء الله نصوموا ونعاود نصوموا. وبهذه المناسبه كنوجه التحيه لسيدنا الله ينصرو وهادشي اللي كاين. السلام عليكم. رمضان يا رمضان حبي لك